أكد الدكتور داود نصيف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو في تصريح خاص لمركز الأخبار أن مشروع تطوير مصفاة بابكو هو أكبر مشروع في تاريخ الشركة والأكبر على مستوى المملكة، وسيلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني. قصة نجاح جديدة يسطرها القطاع النفطي في مملكة البحرين، مشروع تحديث مصفاة النفط في شركة بابكو تصل فيه نسبة الإنجاز إلى أكثر من 50%، على الرغم من حجم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعات النفط بسبب جائحة كورونا العالمية. مشروع تحديث مصفاة بابكو أهم مشروع وأكبر مشروع في تاريخ الشركة وأكبر مشروع في تاريخ مملكة البحرين. أهميتها الاقتصادية طبعا، وجدوى الاقتصادية شيء معروف، لأن تنقل نوعية لمملكة البحرين من ناحية الاقتصادية. أربع ركائز لهذا المشروع، وهي من أهم ركائز المشاريع الكبرى: أولا السلامة، ثانيا الجودة، ثالثا جدول المشروع، ورابعا ميزانية المشروع. لكن أهم وأهم ودائما أهم هي السلامة، وهي من ركائز عملنا في شركة بابكو العريقة، واللي خلانا في المنظومة هذه من أول إنشاء الشركة العام الماضي 90 سنة من إنشاء الشركة. والسلامة هي من ركائز عملنا في شركة بابكو، اللي كان الكل يعرفه بالشركة. بدأ العمل على هذا المشروع قبل 27 شهراً. استطاعت شركة نفط البحرين خلالها من الانتهاء من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل حوادث، وهو رقم يؤكد مدى الاحترافية والمهنية في المضي قدما بهذا المشروع الحيوي لمملكة البحرين. هذا المشروع حاليا احنا تخطينا 50% منه، ويتم الانجاز ان شاء الله في الربع الاخير من 2022، والحين حققنا 20 مليون ساعة عمل بدون حادث، وهذا إنجاز كلنا نفتخر فيه، نفتخر فيه بجهود كل العاملين في هذا المشروع في هذه الشركة، والدعم والتوجيه المستمر من جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي ولي العهد، وصاحب السعادة وزير النفط، اللي متابعته تقريبا يوميا معاي في المشروع المهم والضخم لمملكة البحرين، واللي يخلي مصفاة بابكو تكون من المصافي مو بس من العالمية، من في أوائل المصافي العالمية من ناحية التقنية اللي قاعد نركزها في هذا المشروع. جهود كبيرة وحثيثة بذلتها شركة بابكو، خصوصا للفريق العامل على إدارة المشروع، والذي قام بهذا العمل بإتقان ومهارة وتكاتف كبير في تجسيد للمبادرات والاستراتيجيات الواعية والحوكمة الفاعلة والتواصل الفعال بين آلاف العاملين على هذا المشروع الضخم في مختلف مواقع العمل المتنوعة، سواء في المكاتب أو مواقع العمل، خلال تنفيذ الأنشطة الإنشائية والتحضيرية التي تنطوي على مخاطر مهنية كبيرة خلال أعمال التنقيب والعمل على ارتفاعات عالية ورفع المعدات الضخمة واستخدام المركبات الثقيلة والعديد من المخاطر. فإذا تروح على موقع الإنشاء بتشوف الإنجازات اللي قاعد تصير من المعدات اللي قاعد نركبها في المشروع، من الحركة الموجودة، بتشوف المساحة وحجم المشروع. أعطيك بس فكرة عن حجم المساحة المشروع. إذا تأخذ ملعب كرة القدم اضربه في 128 ملعب كرة قدم، فتصور حجم المشروع وشوف آلاف العاملين قاعد يشتغلون على موقع المشروع، والإنجاز اللي قاعد يصير يوم بيوم، بتشوف التغيير والإنجازات اللي ماشيين احنا فيها. فالحمد لله طبعا في حاليا في ويا الأزمة الحالية العالمية لكورونا، واحنا جزء من المنظومة العالمية تأثرنا، لكن لم يتوقف المشروع يوم واحد. في كل مرحلة من مراحل الإنشاء والتحديث تتضاعف المسؤولية والتحديات على فريق العمل، إلا أن دعم المملكة اللامحدود للقطاع النفطي في المملكة
سهل الأرضية لكثير من الإنجازات الوطنية الكبيرة كالتي تقوم عليها إدارة شركة نفط البحرين بابكو. المشروع الأكبر في تاريخ النفط في مملكة البحرين، مشروع تطوير مصفات النفط في شركة بابكو شركة نفط البحرين، تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 50%، علاوة على الانتهاء من 20 مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات، وهي أرقام مهمة ترفع اسم المملكة البحرين على خارطة النفط حول العالم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.